رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ديوان واسل لنا من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لا حلقة إلا لكفال إلا 21 حلقة رقم 21، مشاورة قريش لكف الحجاج عن الدعوة. أدي عقوم النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسفر على عرقة، وتلاقى يوم وقبيلة قبيلة، فرد فرد، مجموعة مجموعة، كلهم حجة أقيمة ديبهم أقاربه وعشيرته، حقها هي يعني اللي أمر لنا يعلني وعد حكم سلقبقى والسهل قد يعني قدمهم وحاضر اللي كله يعجب يوم كمفكر وأدي لا من حلقات الحالفتة دي بقول حلقة اللي أدنى نأتيها لنا لما شاورت قريش لكف الحجاج عن الدعوة. إذا الموسمنا يا حاج قروبا لا ولا حاج قمت لا لا حين قدام لما تو قلهم قيل أسئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنجيه وفنجيل الحجاج عاجز نقبة وحاجز نقبة ومانع نقبة كلهم نسأل ولهم نكرع منه يسمعوا وكأنتوا مجنون تو صاهرتوا مقالي نيبل اندبيلو شاوروا كمودوا قلنا دعوات قلنا منعوا والحق قلنا منعوا قريش ولا مجرمين ولا كفار ولا مشركين انهم مودوا دي بالله تلنتها قلينا كادي مثل قدم بلو ان شاء الله. مشاورة قريش لكف الحجاج عن الدعوة، واشمأزت قريش من كل ذلك وساهم ما رأوه، وما هي إلا أيام حتى اقترب موعد الحج، وأهمهم أمر الحجاج. فاجتمع نفر منهم إلى الوليد بن المغيرة، وكان ذا سن وشرف فيهم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعدا. ما لبقى مالا وعندي القومات أتو دي المقرحة أتو ندقسوا مثل اجتمعوا تلاك يوم قبل لهم هلا مسلمنا حيد مطا ولو فود لنا يا عرب الحجاج من كل أكان كان يقول لهم تعوتوا أدي إلا يا صاحبكم قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قصد الله اللي والكم لنفر كم سألني للدعوة دعوة المقانة هلا لأمر لنا يقبلوا بلا سموح الله وقال سمعتوا زيادة أدي يتأخروا فوق كلكم قصوا كأورا رأي بلو قل لقياكم من حيث يتحقق إلى أتحسي كحيث نتبعتكم حتى كلمة بلو قلوا بلهم هلا وتعبيهم در على ليني الوليد ابن المقيرة زان عبيهم على وشرف على قلوب كان على قلوب واجهة من وجهة نايعات بعلقات تحت على وكم سأل لي اليوم وكم سرد باهلو وذي اللي محبر الذي بلا بالسا ولا توجيه لها بهتوتو أدي فنجيهو فنجيهو من يقبع متباهلو. طيب توم بيلو قالوا أن تقول وأقم لنا رأيا نقوله نقول به. انت رأيها بانا من يبل اللي موضوع ديبو من يبل متحيس حتى كلمة لديبرنا جامع لديبرنا اجتمع وأبا كلنا لنتحسيو أو أبا لمنع ميتا انتبال تبا لا لا انتم بلو يكون بلسو انتبالس بيلو تهيني بيل انتم بلسو وبيلي فبيلو كائن تنيبال لكم سلم شعوزين ولا الدجالين ولا لكم سليو إنسان يتكهن أشياء كده وخياله لتاتل تهاجي وابلل تهاجي نيبال بيلو لكن بيليهم كائن يكونين يعني كصفاتنا كهنات على بديبون يورا يسمعكم بيلو مجنون تنيبال بيلو لا لا مجنون يكونين مجنون بيلكم من قبل إنسان لعيون حنقته ووسوسته اللي هو قليك أمورته اللي يهلت يبون بيليهم. طيب شاعر تنيبال بيلو بيليهم لا لا شاعر ما يكونين شاعر رجزدو وهرجو يعني مسطروا ومبسوطوا كله اللي نأمره وقلنا شاعر على بديون بيليهم بيلو. طيب ساحر تنيبال بيليهم لا لا ساحر يكونين سحر يودي وعقرود يودي وعقطف يودي وقلي يودي
ونفسي يودي وحجبتي يودي وعقادي يودي ونفث وراوي بالفرق من شر ما خلق من شر فاسقين ذا وغم من شر نفاثات في العقد إلا لا نفاثات ولا عقد إلا وقليه كاين إلا قدام لودوه لسحرات لودوه لا قل أخربوه وقل أخو إلا كل وديه يكون لي هل الذي يكون بيليه صفات إلا كل أوريا منك من اللي قدموا بيليه مجنون يكبيله كاهن يكبيله شاعر يكبيله ساحر يكبيله إلا كل يهل الذي يكون لكن من يبن هين بيلو طيب خلاص إلا كل حبات أبدي بالك إلا كل حبات أمن ميتني بالبيلو وتيه بيليهم قال والله إن قوله حلاوة قال دي بقول لك قرآن دوك سنت الله بالله الله والله إن قولي لقياو تعونته ولقياو تعمل تدي نيتوك سيما هذا القبل قال والله إن قولي حلاوة وأن عليه لطلاوة وأن أصله لعذق وأن فرعه لجنات وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر وقوله سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته أقرب شيء وأفضل شيء لو تبلو ساحر تبلا بيليوم بيلو بيليوم إجلني هتو إنسان حبال أسلم سليماني من كافر يورس وكافر من سليماني يورس كم سألو سليماني مثل كافر كهو تتقسي وسليماني مثل كافر كهو تتقسي وإلي بقي حوية بديبو وقورو كمان بعد دين أو من قبي الدين اللي تمسكتو والهي اللي بيوتو اللي بيلو فرقات لحاسلات في البداية من دين نفق أركب الدين دي أتيكا واللي هدي اللي تبال على اللي كل من أستثمره ومن نقل أستفيد عند بيلو 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 يوم إلا بلو اللي فينجا أبو أولاد فتنة ودي فينجا السيت وبيسا فتنة ودي فينجا حو فتنة ودي وفينجا عشيرات فتنة ودي واللي بيلكم من قبل تقبل منكم بيليهم فتفرقوا عنهم أولا خلاص جيسوا منه كلهم بيبلا الأي اللي أجمعوا اتفضوا على أساس أنه ساحر تقول لي بلو فتفرقوا عنهم بذلك وجعلوا يجلسون بسبل الناس بالطريق يعني البقابي حين قدموا لموسى لا يمر بهم أحد إلا حذروه وذكروا له أمره صلى الله عليه وسلم فعرف الناس أمره قبل أن يروه أو يسمعوا منه والله سبحانه وتعالى يعني رب دارة النافعة الله سبحانه وتعالى يعني أحيانا العوتي والنصر من نسال أبايكا ومن نسال أكول ودي ومن نسال لكيد لمكر ولا مكرهد والأكيد لنوي ديلكم سنتا قبل ما أستفيد منه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله لأدام كل يعني شهرة قبعة وتأمرة أتوقع كل ما تقول كاين ليه الأمر ويه الأمر يقولوا ورا محمد هل لكم سألوا اللي بلو إن بلا الله بدين حديث ما تقول بلو صحيحتي تسمع أبلو قال لي بلا قبعة وإلا طريقة اللباء بدو هذا الأمر لنايو انتشر وجاءت أيام الحج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجامع الحجاج ورحالهم ومنازلهم ودعاهم إلى الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلكم زال حجاجكم زال مطا فقرد بهم مطا يوم اتما ساكبهم اتما خياماتهم اتاكانا مطلالهم اتاكانا محدارهم اكانا ديبال الحادة حادرام مهلو قروك اتاكانا ديبال كروي لالا اتمنازلهم يعني ديبال مطا يوم ودعوات قدم أولهم ديبال الإسلام ومبيل يوم وقال لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله بلو فلاح للتركبو نجاح للتركبو أو حدكم بتأنقفو بتتأنقو من عذاب رب العالمين الجنة بتتقبلو دي بإرادتنا يا رب بتتقبلو بدل أوثان وشركيات وأصنام عجوات وأدبر وأمن وقالي وإيشي وطحاي وغاريح وإلي قليك اللي تعبدو أو رب بتعبدو بليل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كل حجاج كل نداء وجهه لهم يا أيها كم صلوا فلان من نداء طول لك يوم يا أيها الناس لكل الدعم ذلك نايت المؤمنين يعلو مسلمين يعلو عشان كده كلمة الناس اسم سميتنا اسم الجنس كل بشر للشملتة لا يتفرق ولا يتفلق ولا دينه كمان هي ديننا يا رب العالمين تو عالمين تو كل الشملت دين النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي استفيد منه وكل اللي خاطبته وكل اللي تلاقيته فلو اللهم لا يا أيها الناس
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وتبعه أبو لهب بكذبه ويؤذيه، فصدرت العرب من ذلك الموسم وقد عرفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. وأبو لهب يعني تبا لك ذلك المعنى وراء بديت بحرقة الحرفة ذكر من سورة تبت يدادي بكم صلى كرليت نجم عام النبي صلى الله عليه وسلم كم صلاك يوم وكم صلى السأل يوم اللي خلاص الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم الوفود اللي حد جماعة عامل علو من كل كامل من كل فج عميق من بلد من بلد من كل بلدان اللي اتمار علو كلهم أمروا وسمعوا بو وأوردكم صلى عقبالا التمد للتهابوا وبقبوا والأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بو انتشر وكل أمروا وكل سمعوا. سبل ستة لمواجهة الدعوة أدين أقول بلحد أقول ودو يعني أكثر من طريق أكثر من نقطة أكثر من فكرة أكثر من حاجة أنطقوا إلا فكرة إلا برنامج تعطل ولا دعوة تبطل ولا تبل أشياء إلا أبتكروا إلا أنت أبتكروا إلا ودو مني بيكوني دي بالنبي لو قلنا إلا أبتروا لدعوتهم لدعوتنا النبي صلى الله عليه وسلم يتيجيس قدم يا حاجة يقول له بقوا قمس المانع يقول له بقوا لحد عرو كأفكار دي لقد توميث من ينمو دو ولما انتهى الحج خلاص حج عقو انتهى ويقدروا ديبوني لله. ولما انتهى الحج وعادت قريش إلى بيوتهم واطمأنوا كأنهم رأوا أن يعالجوا هذه المشكلة التي نشأت لأجل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وحده، ففكروا واستشاروا ثم اختاروا سبلا شتى لمواجهة هذه الدعوة والقضاء عليها، فتبت نذكرها فيما يلي بإجاز. طيب أداء اللي هي المؤلف يقول هلا نقاط كار الله ونقاط مؤدي بصيرة إلا نقاط اللي ديبا اللي تركزتوا لا نقاط توم لبيلو ولا طريقات توم لعتبعوا كمان كالي اللي لمنون زيادة للدعوة اللي انتشركم سلبة دي اللي ودوك لدام نفسي العرب. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته اللي تجلس لربه وحده ودي ببت فكره ودي بربه أقبله لا اللي بقول لهم هلا إلا بالعبطره استشارة ودو أحد جمو مع قرح ودو مسل جلسو اجتماع ودو أكيبة ودو جلسو وأبو أختيره من البيء اللي هنا حتى منها مواصلة السخرية والاستهزاء والاستخسار منها الحلول بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة والنقاش والجدال اللي ديروا قنطوا يمكن دي أربع نقاط دي بقى اتفقوا ولن أربع نقاط لنا يعني يلا بدحاتا وحتى كمنا حلقة تتقبلنا تتحدي تحلقة تتنبتي بعد حتى تابعوا مودوا بالتأمر وقلنا أمر هذا وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.